October 1993, I leave Iraq. I back in 2014, first time, after 19 years maybe. But always when I saw Baghdad, it's changed completely. I don't know where I am. A lot of concrete, a lot of something like the Hollywood films when they destroy everything. I said, what that? This is not my Baghdad, not my city. And we thinking, it's not normal. There is no, even in the government, last government after, the bust government after 2003, they don't do something serious in Iraq. A lot of things, it's very old and there is no any review this, even the streets, the squares, the buildings, a lot of things. This is Baghdad in 1980, more nice than now. طموحي انه اشتغل مع الشرفاء مع المخلصين مع محبين العراقيين ومحبي العراق بمشروع مبادرة التعليم أولا. هذه المبادرة راح تبدأ بالمدارس الابتدائية مدارس الطين في المحافظات في أغنى بلد بالعالم راح عندنا مدارس من طين والأولاد يدرسوا على الأرض وفي ظروف صعبة جدا حتى في الوصول خصوصا في المدن والقرى البعيدة فبالتالي هذه المبادرة سنعمل عليها بكل قوة ونتمنى من عندهم انه يعيدون هاي الاماسي حتى تتكرر لان احنا محتاجين لهاي الاماسي محتاجين للموسيقى محتاجين لكل شيء حلو وان شاء الله كل شيء يرجع حلو الموسيقى في كل العالم جزء مهم من ثقافة الشعوب جزء مهم من حياة الشعوب احنا افتقدناها لفترة بسبب الظروف بسبب الحروب كثير من الأسباب الآن الحمد لله رجعت هوية العراقي الحقيقية هوية العراقي المحب للحياة المحب للثقافة المحب للأريحية المحب للموسيقى